هتوعد جمهور الاهلي بايه يا كهرباء؟ والله ممكن انا مبسوط ان دخلت مع حضرتك طبعا ومع حسين طبعا اخويا. انا مبسوط جدا، هم بقالي كتير اصلا ما اتكلمتش وكنت بختفي بقالي فتره. يمكن هو جمهور النادي الاهلي طبعا هم عارفين مدى حبهم وحبي ليهم قد ايه احنا الاثنين. نعم. يمكن انا هفضل طول عمري في النادي الاهلي، انا وعدهم الفتره الجايه ديت التزام وبطولات مزيد من البطولات، لان انا لسه ما عملتلهمش 1% من اللي هم ادوهولي، الدعم اللي هم ادوهولي، فده اللي انا يعني اوعدهم بيه ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. في اغنيه حلوه لشهر رمضان بيقول لك رمضان رمضان وحشنا بلحك وخشافك، فكهربا كهربنا كهربا كهربا وحشنا ترقصاتك واهدافك. قريب ان شاء الله، وحسين هو اللي هيساعدني ان شاء الله. وحسين هو اللي هيساعدك، عايز تقول له حاجه؟ الله كهربا يعني كهربا انا يعني اتعاملت معاه في حاجات كتير، فحاجات قريبه بيني وبينه يعني كهربا انا بحبه، هو عارف حاجه زي كده، هو يتحب جدا جدا الكابتن يعني او الفرقه كلها بصراحه يعني. بس كهربا من الشخصيات اللي بص يا كابتن يعني انت ممكن تشوفه من مشاكل تقول يا لا ده كهربا ده مقرف، ده اقسم بالله يا كابتن كهربا اغلب واحد في العالم، والله في العالم، في العالم كله كهربا واجدع واحد برضو ممكن تقابله في اي حاجه انت عايزها يا كابتن كهربا، معاك في اي حاجه من غير ما تطلب اصلا هو معاك. صحيح، هو جدع ابن بلد كهربا يعني إيه. ان شاء الله كهربا هيلعب وان شاء الله كهربا هيسجل إن شاء الله. زي ما قلت الرضا وكهربا يعني من اللعيبه اللي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله من ربع فرصه، مش فرصه، ربع فرصه بيعرف يجيب جول. فانا واثق في كهربا وان شاء الله كهربا. مين بطل الدوري السنه دي يا كهربا؟ معانا كويس ان شاء الله حبيبي يا ساح، تسلم على الكلام الحلو ده يا ساح. كابتن يمكن مش جديد عليك طبعا يا ساح، انت عارف انت بالنسبه لي ايه حبيبي اخويا. وبطل الدوري السنه ده كابتن النادي الاهلي، والنادي الاهلي ياخد كل حاجه.